قوم يوم القيامة ويتقدم تصنت يوم القيامة يعني فوق المشركين يبقى يقول لك بدون كيد من يعني ما على بره مميكي مسلمة تجي بتطلع كل تصنت لأنهم في أعلى عليين وبيطلع عليين تصنت وهم في أسفل السافلين بيطلع دوما كل بير دوما جهنم وكل قال جهنم مؤمننا جهنم مدركاته التي أرجينا مدرجاته التي أرجينا من بيك أن سانتو كل كفسير من نبو بيك أن سانتو يقال دي كل ولو ولي فسير ها بار جهنم من بي سانتو من بي دوما ولي كفسير ولي تاك دي واتي تاك دركاته من بي دوما ولي كفسير جهنم من بي دوما الجنة درجاته والجحيم دركاته ما دام من بي دوما ولي ينكرو جواتي تاك إلى بنك صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة نور أجنب النار فرأيت أكثر أهلها نا أموال في مالي المساكين مسكين واللمو وقفت على باب النار نرد باب النار فرأيت أكثر أهلها نا أموال في مالي النساء مسولمو ها وكاو كذا باكر وإذا أهل الجسر محبوسون إلا من كان منهم من أهل النار فقد أمر به إلى النار أكو سلو دون كيولو نيجي يا حبوسين دي يبا حبوسين جي بار من تاعت نيانك تاعت دمبادو إسناو سنبا دمبادو بار يا حبوسين دي فلو ولم يمتا جي فلو يبدورين جي من تاعت داسر فلو تعفوكو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أني يهودو تامتا وكان مع عيسى ثلاثة أقرص أقراصي سيدنا عيسى عن مبرك سبلا فاعطاها لليهود هذه اليهود وننا كان يموت وقال احفظها كاي ساتان كيف امبول ثم بعد ساعة منطر وات كولا اكل اليهودي واحدا منها يقولون ان هذا مبرك كل نوم وقال عيسى عيسى كيف اعطي الاقراص الثلاثه مبرك سبوني سمنا فكتب قرصين نحن مبرك فلاسل وقال الى عيسى يهودي أين ثالثها؟ سألناه لي فقال يهود يهود كايقول لم تكن أكثر من هذا أما سياني انت فلما يود الدنيا فمشي يتاتا حتى شاهد من عيسى عجائبة فيتاتا ينفر أي كاو كو جمال عيسى كمينك فاقسم عليه عيسى لذلك عيسى ندك كلاي وكاو كو حتى يقرب القرص فاسم يموكو سبنجمو موتوال فلم يقر أمانسون كوك موتون يعني كوي سبال دين أمانسون فلاحقا بسلاثة لبناتي نادنا فتا بلكدين سبب بلكو أبي مصنوط من الذهب أبي مصنوط بلكدين سبب كوين بلكو أبي مصنوط فقال يهودي يهودوكو أقسم ذلك أتلكو يهودوكو ننتلا فقال عيسى عيساكو واحدة لي عيسى الفرنبا تلاك أكو واحدة لي أكو بركينو منتلتاتي واحدة لك كلينو متفرنتال واحدة لمن أكل القرصة كلينو ما يمبوكم سبانيا مدوكم والتابوت وقال يهود يهودوكو أنا أكل القرصة كانت يمبوكم سبانيا مدوكم قال عيسى عيساكو ابعد عني جنفرنا فقد شاهدت قدرة الله يا لم نول جلال كاو كل من يتن ديو البجل هل تامت بجيو كان هل ديول كوماندي ناتا اكا امتافا امتافا يا جني اجوم بلا بنت كلو كف جوما اتا يغو يحيى بقدرة الله بلو اصلا نول ابو تا ابو تا بك كانال وبين من كلا اسافايكو مركو سما جوما سبا انت ما دو فلان دي بكمن نافرو ناتا سنبركي سبا سنبركي سبا ناتا اكاي سنبركي سبول كلمه مونتادي كلمه مونتادي كلمه ما يمبركو سبا نياو دو مونتا اكاي ناتا اكاي انا كد القصص انت يمبركو سبا نياو دو فقال عيسى ساكو يبقى ارعن جنفن فقد شهدت قدره الله يلا نور جل يلا كاو كوجل ولم تقر بي ايمان صغلا والآن قد أقررت بالدنيا يسرت الدنيا لم
فترك اللبناتي عند اليهودي هاي بقدر تابو بي عبيتي بركو عن كلمة أنت أتوب تاي تا جنبنا أبي مشى إساتا وجاء الثلاثة من النصوص سون سبنات نين سون سبو من ناتا وقتل اليهودي ينفع وأخذوا اللبنات يفنيه بركي دين سبو نياتا ثم بعثوا من جملتهم واحدا نتنا موكين كي كورا ليأتي لهم بطعام فاسأل مرسي مصر فلما غاب عنهم بني أن ننتيما تشاورا في قتلي أي مفلا من تاكوما والفرن كتاتا أتفرن فاضل وقال إكو إذا رجع قتلناه نامتنا نصافا وخذنا نصيبه أن ينتم من سلم دوزيو تلاني وتينو وذهب واشترى ثم أفرن تاتا أكلا سجنكو برنا بوشنوسا أي بوشنوسا فطرحه في الطعام أكل دمرون ينتو أي كنو كجي أي كنو ينكجي الذي أشتراه دمرون من سان أكل حتى يأكل ذلك الطعام صاحبه فأمون يفلت سوى دمرون سوى دم فيموت أي فلوسفة ويأخذ اللبنات أتسنى بركزين سبوتا فلما قدم عليهما بلانا ذكا كبنا دمر صندلا قاما وقتلا ولتا كما يافا ثم أكل الطعام دمنا دمرون دم ثم أتى فنافات فعبر عليهم إساء إساء ذاتنا مرجي أسنو ساتا أبوتنا دمع مرتجي فوجد اليهودي وهؤلاء الثلاثة مقتولين اليهودي يترى أني موسى بي بفرو بالعرب فتعجب من ذلك إساء كواته ولباك فنزل الجبريل جبريل جيتاك وأخبره بالقصة ناتنا كبارين قصته كينالا سفر لكو فينبغي للعاقل أن يضحك لماي أن لا يغتر بكثرة الدنيا كان مرسى الدنيا ناكلو السيارة الدنيا لديها كان مرسى ولا يهتم في جمعها كان حموصر ناكل جماعك في اليوم ولا أما قال له سيوك بل يزرع فيها بذر العمل أفيجي بارو كسو نيو كسو أفيجي الدنيا كنا كي يحصل في الآخرة فو يسيو تيدو الآخرة لأن الدنيا مزرعة في الآخرة الدنيا ملاكرة كنكورتي ولا ينبغي للأغنياء أن يحكوا الفقراء أمن ين بنالوا ما يفوروا الدنيا بالغرور مرسلوك بكثرة الدنيا من الدنيا ثم السياكة لا يسخروا منهم كانت جتولة فنا تستني أبن تجيلا واتوا فينا نعمل أنفال وجب واتي كورينا صدق الله العظيم ولا رسولنا بالمستوى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ما شيء اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اجدادنا وارحم ماتنا وارحم ابائنا وارحم امهات امهاتنا وارحم اشياخنا وارحم كل من اصانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصلاه على النبي